اهلا يا مايكل، قول لي انت بتستخدم فيسبوك قد ايه في اليوم؟ بتستخدم سوشيال ميديا ولا لا؟ بتستخدمها في حاجات ايه اللي انت بتستخدم السوشيال ميديا فيه؟ يعني بستخدم السوشيال ميديا بشكل يومي مثلا، بس فتره كبيره يعني كل شويه بخش اتابع الاخبار، اشوف ايه اللي بيحصل، سواء اخبار صحابي مثلا او اخبار البلد عامه او اخبار العالم مثلا، كل ده بيبقى موجود على الفيسبوك مثلا. والواتساب وكده لما تواصل سواء جروب او بشكل شخصي. يعني هي اللي بيستخدمها صح بتبقى حلوه، بس للاسف برضو ولادنا بيقعدوا عليها وقت طويل قوي وبيضيعوا وقتهم، وبتاخد بتستنفذ مننا كتير قوي. لا انا بستخدمها في المتوسط، يعني ممكن ساعه كده في اليوم او يعني مش كتير، ومش اي بوست بشيره ومش اي حاجه. لي البوستات يعني، وبحس التواصل الاجتماعي يعني فقد، مش عارفه اقولها ازاي، بس زمان كنا بنتصل بالتليفون، قبل التليفونات كنا بنروح نقابل اهالينا وبنقعد معاهم وبتاع. دلوقتي بقينا بنكتفي برساله، معايدات. السوشيال ميديا دلوقتي هي المكتسحه على السوق، او زي ما بيقولوا اللي ما عندوش حاجه بيعملها بيقعد على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام. سيام كمان حتى دخلت من نظام السوشيال ميديا الالعاب اللي هي عبر الانترنت والكلام ده، زي سيام بابجي. كتير قوي بيلعب بابجي النهارده، اللي هو انت ما وراكش اي حاجه في الشغل ممكن نلعب جيم. يعني دي برضو دخلت من نطاق اللي هي السوشيال ميديا، انت بتعرف على ناس جوه اللعبه. فالسوشيال ميديا دلوقتي بقت كل حاجه، بقت هي عصب الدولة. حتى لما تعايز تعمل أي حاجة، أي ثورة، أي خروجة حتى مع أصحابك، هي السوشيال ميديا. واتساب تفتح تبعت رسالة لأصحابك كلهم، يلا خارجين هنخرج، يلا قاعدين هنقعد، في أي مشكلة وراك أي حاجة، هي السوشيال ميديا دلوقتي بقت هي الدنيا. استخدام الواتس، لأن عندي محل وبتعامل مع العملاء عن طريق الواتس. بالنسبة للفيس والكلام ده مش بقتنع بيه تماما، مش بحبه. في إيميل وفي كل حاجة، بس نو كومنت. بستخدمها على طول، هي يعني فيسبوك وتويتر وانستجرام على طول بستخدمه يعني كل يوم، وبعرف اتواصل مع الناس بره، بعرف الاخبار بره يعني. هي على طول بستخدمها يعني. تالت التلفزيون دلوقتي ما فيش اي استخدام عليه، ما نعرفش عليه اي اخبار، هو على طول الفيسبوك والاخبار من على السوشيال ميديا على طول. بستخدم يعني بتكلم ناس بره مثلا، قرايبنا، بكلم صحابي من عليه، اعيد على الناس من عليه. دلوقتي ما فيش حاجه اسمها تليفونات، الناس كلها دلوقتي تليفونات وقفت. هو دلوقتي كل الكلام على الواتساب، على الماسنجر، الكلام كله دلوقتي على كده. بعرف الاخبار بره بقى، يعني ايه الاخبار، الحوادث، ايه اللي نازل جديد، ايه الحاجات اللي نازله جديد، كل حاجه بنعرفها من عليه. بستخدم اغلبيه السوشيال ميديا، فيس، واتساب، انستا، كله يعني. مش بقعد كتير قوي على قد ما بقدر علشان ظروف البيت وظروف الشغل، بس كل ما بقى يعني ما بيبقى فيه شويه بريك او اي حاجه، بصراحه التليفون على طول في ايدينا، فبنفتح نشوف الدنيا ايه، نشوف اصحابنا عاملين ايه. جروبات طبعا الواتساب مع الماميز وابني وكدهوت والولاد كلهم، فلا مهمه. السوشيال ميديا هو زي ما قلت تاثير ايجابي له وتاثير سلبي. تاثير ايجابي ان هو بيفيدنا بكل معلومه، يعني معرفه كل ما هو جديد في مجال الاخبار، في مجال الانشطه، في مجال الثقافه، في مجال الطب، تمام. وتاثير السلبي ان هو بيضيع الوقت في بعض حاجات، بدليل احنا ما بنحسش بالوقت. التاثير السلبي ان هو ممكن ياخد وقت الاطفال او وقت الشباب في المذاكره، في عدم تركيز، باعتبار ان هو شات مع الاصدقاء، باعتبار ان هو يعني بيستلزم مراقبه على الأطفال أثناء استخدامهم على الفيسبوك. هي طبعا مفيدة في حالات وبحالات لا، طبعا مفيدة أن الناس بتعرف كل حاجة عن الدنيا ماشية إزاي والأحوال العالم والكنيسة وكل حاجة، بس عيبها أن الناس بتستخدمها بطريقة زيادة. يعني ممكن واحد الوقت كله ممكن يسيب البيت أو يسيب أي مصالح أو حاجة وعلى طول على الفيسبوك أو النت، فطبعا دي سلبية شوية زيادة عن اللزوم. طبعا حاجة نزلت عن حدها بتتقلب لضدها. فهو إذا كان ممكن ساعة ساعتين ثلاثة في اليوم مش مشكلة، إنما لما يكون على طول دي صعبة. برحب
بكم مرة تانية، وبشكر طبعا زمايلي على التقرير الحلو ده، وبشكر طبعا كل الشباب اللي طول الوقت بيهتموا انهم يبقوا معانا، وطول الوقت بيهتموا انهم يقولوا لنا ارائهم، لانه بيفرق معانا اكتر من اي حاجة تانية ارائكم انتوا.